اللي يقول اني انا خاين الوطني عشان اللي انتقدت فلان من الناس او انتقدت علام من الناس، سبق وانقلت في مقابلة لي انا ما لي دخل، انتوا تعبدون مين او تؤمنون في مين او قدوتكم مين، ملككم ابوكم عمكم جدكم خالكم، انا من تعدى على حقوقي واعرف انه ظالم وانسان غير سوي وفاسد بنتقده. واذا تعتقدون ان الوطن مقيد بالملك او بولي عهده او بعائله معينه،